يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: آمل شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكره المؤلف، وهو: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. ما معنى ذلك؟ معناها القرب، معناها القرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، معناها القرب من الله عز وجل. واسجد واقترب، اسجد واقترب، يعني اقترب من الله جل وعلا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالله قريب من الساجد، وهو عال فوق عرشه، مستو على عرشه فوق سماواته، وهو قريب من عبده في الصلاة. نعم.